أهلا بكم. بوصول طاقم قناة حضرموت إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور تبدأ معكم هذه التغطيات الخاصة والحصرية، ونحن نقترب من إطلاق الأوركسترا الحضرمية هنا في ماليزيا. مجموعة من الحلقات والتغطيات والتقارير التي سننقلها لكم من مختلف التحضيرات والتجهيزات والإعداد لهذه الفعالية، إلى أولى الحلقات واللقاءات والانطباعات وما خلف الكواليس. هنا وسط قاعة التدريب، حيث التدريبات البروفات قبل النهائية للوصول إلى الحفل الفني الكبير وإطلاق الأوركسترا الحضرمية أو الموسيقى الحضرمية. هنا مجموعة من الفنانين العازفين الحضارمة المتواجدين هنا، مجموعة حاضرين وإن كان مع بعد السفر وطول السفر. كيف حالك عم علي؟ كيف حالك؟ الحمد لله الأمور طيبة. أيامك كيف أحوالك؟ الحمد لله أمور طيبة. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمكم جميعا. تقريبا لكم أكثر من أسبوع العم علي با موسى أحد أشهر المبدعين والفنانين انتفخت يا يا ولدي هات من الآخر. طيب كيف كانت أول رحلة انطلاقتكم، رحلة وصولكم؟ الرحلة كانت قصيرة. أنا سعيد جدا يعني بالرحلة هذه ومع الشباب ما شاء الله تبارك الله، كلهم من تريم ومن الشحر ومن غير المكلة، كلهم ما شاء الله ألفة أسرة واحدة تقريبا. أول مرة توصل ماليزيا؟ زور ماليزيا؟ زرتها مرة. طيب إيش بتقدمه في الموسيقى الحضرمية وإيش بيكون دورك؟ دوري كثير آلات نعزفها يعني. نحن والمشاهدين يشوفوا صور يشوفوا لقطات، بس كيف يعني إيش بتقدمه إيش بيكون دورك؟ دوري أنا شخصيا يعني دوري الحجل. طيب ممكن تطلع لنا والهاجر في العدة معك الهاجر في الشرح وين شل أي شل هذا بيكون تبعك؟ هذا تبعي في الوصلة مشرح يعني. نسمع هنا بعض الأصوات الجميلة العمالي من أبرز الوجوه والشخصيات الحضرمية الحاضرة والمتواجدة، وأيضا اللي تقدم مجموعة من الوصلات. هذا غير فرصة سعيدة أن نحن نشكر الإخوان الإعلاميين اللي ساعدوا نحن في نشر المقاطع والصور. أيوة العمل الأسترالي يعني الحضرمي. نعجل شوي لأن الوقت الآن أخذنا فقط وقت البريك حوالي أقل من 7 دقائق، ثم يعود من جد أستاذ ماهر سعيدان من أبرز وأشهر الإيقاعيين الحضارم، شارك مع كبار الفنانين اليوم هنا في ماليزيا أكثر من 10 أيام وأسبوع في التدريبات في التحضيرات. أستاذ ماهر كيف حالك؟ الله يسلمك. الحمد لله. اليوم مضيف معنا في الليالي الحضرمية الموسيقية هنا من كوالالمبور. والله سعيدين بنتواجد في كوالالمبور، وإن شاء الله نتمنى أن ننقل صورة جميلة لتراثنا الفني في حضرموت. الإيقاع الحضرمي، ما يعني أبعاد الإيقاع الحضرمي؟ أنت عندك خلفية وشاركت كثير، كم تقريبا عدد الإيقاعات الحضرمية المتنوعة، أيضا المختلف أنواع الطبول اللي ممكن يعني تقوموا بالإيقاع؟ والله حضرموت تزخر بكثير من الإيقاعات الشعبية، الإيقاعات خصوصا اللي دخلت على الطرب، وفيها الإيقاعات الشعبية اللي ظلت برقصاتها اللي تميز برقصاتها المعروفة. أيوة المعروفة، إضافة إلى الآلات الإيقاعية مختلفة عندنا كثير من الآلات. طيب ما تتشابه مع دول ثانية أو مع إيقاعات أخرى؟ ممكن تتشابه في بعض خصوصياتها، لكن أنا أتحدث عن شكل شكل الإيقاعات. تفضل أعطاك شاهي.
يعطيك العافيه، تسلم حبيبي. خاص هذا ولا كيف؟ مخصوص. يعطيك العافيه. يعطيك العافيه. الايقاعات في عندنا في تشابه مع الخليج، في المراويس، في الهاجر، استخدم في عمان، في دول الخليج. يعني احنا اقرب تشابه لنا الايقاعات مع الخليج. على الخليج. ايوه مع الخليج. الشباب هنا حاضرين ومتواجدين، ايش يعني شاهي ولا ايش الجلسه هذه؟ كيف حال الشباب؟ فرصه طيب، حياكم الله. كواليس طبعا، وهنا ننقل لكم صور يعني تغيب دائما عن الرؤيه، وهي طبعا هنا كواليس، لكن بتشوفهم اكيد يوم الحدث الكبير في الفعاليه، اكيد لبس ثاني، شكل ثاني، لون ثاني. اكيد 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 بطبيعه الحال. حيك ان شاء الله. تفضل بس نتعرف عليك وعلى الدور اللي بتقوم به. والله مين عوض عبيدون؟ طبعا مصمم شغل العمل الفني هذا في التصميم. نعم في الرقص. الرقصات كيف بيكون شكلها وكيف بتنقل عالميا الان من خلال هذا الحدث؟ اقول ان الحدث كان نحن على نحن متر الشعبي على المستوى الشعبي، الان انتقلت من انتقل من الشعبي الى المسرح، والمسرح النقل الاول مره بتنتقل في الاوركسترا، الاول مره. اول مره. اول مره يعني. بس هيكون الرقصات بعيدة عن الجانب الشعبي، هو طابعه أصله الشعبي، بس كيف يعني الجانب الارتجالي وأنه كل واحد يعني يقوم لحاله. لا لازم رسم معين، شغل رسم معين وشغل جماعي وحركة واحدة، كله شغل كله. الشباب الحاضرين متواجدين معنا هنا، بس رسائلكم أيضا لمن يشاهد، كيف أحوال؟ الحمد لله بخير. حين كم شاهي معك؟ أول واحد. العاقل الاولي اعطيناه الاولي، والعاقل الثاني يعني اللي توصل الثاني. بس خلاص تم التوصيل. حياك الله. من ماليزيا ايش تقول للمشاهدين سواء في حضرموت او خارج حضرموت يترقبون هذا الحدث الكبير؟ باذن الله نقول لهم نكون عن حسن الظن ان شاء الله، والثقه اللي حطوها فينا باذن الله باذن الله ما خيبها مالهم يعني. كيف حال الشباب؟ حيا وسهلا. حيا وسهلا. شكله عندكم شكله برنامج الميدان. لا لا. معنا طبعا هيثم الحضرمي. أيوة. العازف الحضرمي المعروف بلمساته في العود. ايوه صحيح. والمبدع الاعلامي ايمن بحمد. اهلا اهلا سعيد. حياك. التقينا اخيرا يعني سنوات ما عاد شفناه. الله نلتقي خلف الكاميرا اول مره امامكم. وفي ماليزيا. هيثم يعني ما عاد شفناك، رحت مصر و والله انشغلنا هناك في مصر، كان معي طبعا الدراسة يعني، وشاركت في مهرجانات ومسابقات، فزت مركز ثالث على مستوى الدول العربية. نبارك لك ايضا، بارك لك بالتعليق. تابعتنا يعني بالتعليق. الله يخليك. الحدث الكبير هذا الاوركسترا الحضرمية من ناحيتكم انتم ك يعني يعني فنانين وموسيقيين ايضا، ماذا سيضيف للفن الحضرمي؟ طبعا نحن الموسيقى الحضرمية طبعا هي عريقه، عشان احنا بلدنا حضاره، اي حضاره عشان تعرفها او تعرف كيف كانت تعيش، هل كانت تعيش في رخاء ولا في مشاكل، تسمع موسيقتها في هذاك الزمن. يعني تسمع الموسيقى تحلل تاريخ البلد. طبعا طبعا الفلاسفه يقولون ذلك، واصحاب التاريخ كمان ايضا. الموسيقى اللي احنا بنقدمها هي عباره عن خليط موسيقتنا، وبحيث ان نمزجها مع الاوركسترا الماليزيه بشكل يعني خليط حضرمي أوروبي، عشان يسمعوا خارج اللي هو مش حضرمي ومش عربي ممكن أنه يتقبل الموضوع بشكل أكثر، بطابع محلي يعني. أيوة. تنقل إلى طابع عالي. ولكن محمد القحوم المايسترو العظيم وجه له تحية. هو وينه؟ موجود أنا بس يعني دور. صراحة يعني اشتغل شغل لبلدنا، شغل جميل ويكتب في التاريخ، وهو إنسان عظيم ومؤلفاته عظيمة وعمله عظيم، ونحن نقدم له هذا العمل من أجله
ومن اجل البلد، وان شاء الله ينبسط مننا، وان شاء الله احنا بنقدم له اعمال قويه ان شاء الله. هيثم، أيمن، ترتيبات طبعا في انت في الفريق الاعلامي للتحضيرات للتدريبات، اعلاميا كيف سيبرز هذا الحدث من جهتكم والترتيب مع مختلف الفرق والتغطيات الاعلاميه؟ حدث كبير، لكن اعلاميا كيف سيبدو؟ نعم، اول حاجه سعداء ان احنا نكون ضمن هذا الفريق، فريق الاوركسترا الحضرميه بمختلف مجالاتها. يعني اول ما انضممت للمعسكر هذا حسيت ان انا اعرف الجميع من سنوات ماضيه، وهذا ابرز حاجه. انه عن بعد؟ عن بعد لا لا لا، اقصد اعرفهم عن بعد، لكن اول ما احتكيت فيهم حسيت انه لا، الجماعه نعرفهم من زمان يعني. فالحمد لله الاجواء اللي موجوده في المعسكر هنا او في البروفات هي تنعكس يجب على المشاهد كله. وعندنا الحمد لله فريق عمل، اتشرف ان انا اكون واحد منهم في السوشيال ميديا، معنا تواصل مع قنوات خارجيه، قناه حضرموت طبعا بتكون هي الناقل الاساسي للراعي الاعلامي لهذه الفعاليه. فعندنا خطه متواكبه تشمل السوشيال ميديا، تشمل المواقع الالكترونيه، وان شاء الله نحاول نجتهد ونبرزها بالقدر اللي شكرا لك ايمن. ونواصل هنا ايضا التحضيرات كبيره وترتيبات الشباب. كيف حالك؟ حياك الله. الحمد لله. اخ سالم كلشات، ضمن الفريق. طبعا انت مش ايقاعي ومش عازف، لكن من الراقصين. ايوه جاي هنا. كيف اخترت للاوركسترا؟ اولا اقول هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، ولي الشرف العظيم ان اكون احد من المهره طبعا. لكن طبعا مهري. نعم ايوه، لي الشرف انه تم اختياري من ضمن الفريق المشارك في الاوركسترا والموسيقى الحضرميه، وهذا بحد ذاته وسام على الصدر يعني. اسمي خالد يسلم عضب بريد. ايش بيكون دورك ضمن الفعاليه؟ ايقاعي. مع الايقاعيين؟ طبعا ايقاعات مختلفه ومتنوعه، مش ايقاع واحد فقط خلال الوصلات كلها. نعم. الحضارم ومن يشاهد الان ماذا تقول لهم من ماليزيا؟ ما نقول لهم، عرشنا بسؤالك، نعم عمر يجونا المقابل. طيب، بقدم لهم تحيه. بقدم لهم تحيه ونقول لهم اعطنا شيء انت مشان نقول لهم. كل عام وانتم بخير ان شاء الله، اتمنى الحضرموت واقلون التوفيق. هنا مجموعة من الحاضرين المبدعين الفنانين أيضا يتواجدون من مختلف الدول، العالم جاءوا اليوم وإن كانوا حاضرين بس منتشرين. كيف حالك؟ هلا. حامد الحبشي من الأردن مباشرة إلى ماليزيا، ستكون حاضر أكيد ومتواجد في هذه الفعالية. اخترتم ضمن يعني هذا الفريق، يعني تكون أكثر من 200 ما بين مدرب وعازف ومشارك، كيف سيكون دور حامد الحبشي؟ اولا حامد الحبشي يتشرف بهذه التظاهرة الكبيرة الحضرمية التي سوف تكون ان شاء الله باذن الله عالمية. اختير حامد يعني موضوع الاختيار كان صعب، يعني صعب بالنسبة لي ان انا اكون موجود بهذا الحدث الكبير بقيادة زميلي واخوي وصاحبي محمد القحوم، لكن ان شاء الله تشوفوا حاجة قد الثقافة ان شاء الله نكون. جئت من الاردن الى ماليزيا مباشرة؟ اكيد. الترتيبات كيف تمت للحضور هنا؟ في اشكاليات في كذا؟ في ايضا هناك ما زلت في الدراسة صح؟ لا الحمد لله تخرجت. انت كنت كملت؟ لا ما عاد. نعم اكيد كملت الحمد لله، كملت بكالوريوس موسيقى شرقية. تواصل؟
ان شاء الله باذن الله ماجستير ودكتوراه باذن الله. جئت راسا من الاردن الى ماليزيا اكيد. والحدث طبعا ما الذي سيضيفه انت فنان ممكن عندك يعني معرفه بهذه الاشياء، ما الذي سيضيفه هذا الحدث فنيا الى حضرموت؟ سيضيف الكثير الكثير لحضرموت، خاصه انه دمج الاسلوب الحضرمي التراثي بالاسلوب العالمي الاوركسترالي. ان شاء الله راح يستمر هذا الشيء، مش بس عباره عن 6 مقطوعات، ان شاء الله يستمر منهج كامل موسيقي اوركسترالي حضرمي. حياك الله حامد. شكرا. علي يمان نبحث عليك من مكان لمكان. شوف كيف ندور لك وين عند الجهاز حقك. مش موجود خير، اهم شيء ماك مريض ماك تعبان. لا لا بحلات اقولكم صوره صبروا طهور. لو المهندس علي يمان يعني في الصوت وفي اليوم في ماليزيا طهور، او اذا كنت مريض من الرحله ولا من التدريب؟ لا طهور قلت حرام. علي يمان حاضر اليوم، كيف ستكون هذه الفعالية من الناحية الصوتية؟ ما هو دوركم أنتم في هذه الفعالية؟ والله دورنا في هذه الفعالية يعني أولا يعني الشرف لي أن أن أني كلفت. أنت تتكلم بالفصحى، تتكلم بالحضرمية. طيب والله جزاهم الله خير اللي معه، ما قصروا يعني كلفونا احنا أنه نشتغل معاهم ونشرف على الصوتيات في هذه الفعالية، ويعني بضيف لي كثير في رصيدي يعني. يعني أول عمل من اللي يضحكك هناك؟ أبو محمد. طيب علي، هل هذا يعتبر أكبر حدث مثلا فني حضرمي؟ من أي ناحية؟ من ناحية مثلا حضوركم له أو مشاركتكم؟ من ناحية تقنية هو أكبر حدث أنا اشتغلته إلى الآن يعني، يعني شيء إمكانيات جبارة جدا 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 يعني. هذا عبارة عن يعني كلام الآن يقال، لكن المشاهد كيف يفهم هذه الكلمات؟ عمل كبير وعظيم وجدا وضخم. يا خبر اليوم بفلوس وبكرة بلاش إن شاء الله، أنت الفعالية بتشوفها بعدين وبتشوف كيف. رحلاتكم تنقلاتكم مع الفريق، كيف كان الفريق اللي جيت معه؟ أنتوا جيتوا عن طريق السلال ولا سيئون؟ صلالة. صلالة؟ متعب الرحلة ولا أفضل؟ مرعوشة. هي مرعوشة، شفنا الرعشة فيها، بس كانت سهل يعني سهلة بالنسبة لكم؟ الحمد لله ما تأخرت المطارات؟ الأمور ميسرة ما شاء الله تبارك الله، كان استقبال حافل في عمان جدا يعني، الأخوان العمانيين جزاهم الله خير ما قصر يعني. أجواء ماليزيا هنا بالنسبة لكم تمام، ما فيها يعني برودة ولا حرارة؟ حر ورطوبة ومطر شوية. ومطر كثير مش شوية. نشوفكم إن شاء الله هناك ضمن هذه الفعالية. في حد يقول لك حاجة؟